الشكر لجميع الحاضرين ممثلين ومخرجين، وأشكر على هذه البادرة السيد إسلام بوطيب على البادرة الطيبة، ولا ننسى أن نشكر جزيل الشكر السيد منعم شوقي على هذه البادرة، وأشكركم جميعا وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهنتكم، وأشكر أيضا السيدة أمينة القضاوي أم للسيد صديقنا وأخونا أمين، وأتمنى التوفيق للجميع. وأشير بالذكر بأن هذا المركز مفتوح للجميع، وفي كل سنة وفي كل أسبوع وفي كل شهر هذا المركز مفتوح لأي طرف. ولا أنسى الذكر، لا ننسى بأن نشكر السادة الفنانين والمخرجين والممثلين، وعلى رأسهم السيد مارسيل خليفة المعروف على الصعيد العالمي. وأشكر السادة المؤطرين والمؤطرات لهذا المركز والمستخدمين، والسيد أحمد العادي ومحمد وجواد والأخت وئام، والسادة المكتب المسيرين للمكتب الجمعية وعلى رأسهم السيد سليمان حليش. وأبقي الكلمة للسيد إسلام بوطيب، وشكرا. الأطفال المعنيين مباشرة بموضوع التوجه إلى ما يفهموهاش، باعتبارها يعني سياسية أكثر من شيء آخر. مرضنا كثيرا في هذا البلد من أجل حقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أعتقد أننا وصلنا الآن في هذا الوطن إلى النضال من أجل جودة الحياة. هذه المؤسسة من المؤسسات المهمة في منطقتنا التي تناضل دون أن ينتبه إلى آخرون من أجل جودة الحياة. حقوق الإنسان أساساً هي حقوق، لديك خيارين، أن تختار الأول النضال من أجلها، وأن تختار ثانياً النضال من أجل حمايتها. أعتقد أن بهذه الممارسة التي نقوم بها إن على مستوى السينمائي الثقافي أو إن على المستوى الحقوقي الذي هو نشاطنا في مركز الذاكرة، الآن بهذه الأنشطة نضمن الخطوة الأولى من أجل السير
دفاعا عن جودة الحياة. شكرا لكم جميعا. Thank you.